اليوم حديثي معكم متعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. حرب إسرائيل على الأنروة واللاجئين ليست جديدة. إسرائيل منذ فترة تعمل على تصفية وكالة الغوث لارتباطها بموضوع اللاجئين وحق العودة. ويقع في هذا السياق العدوان المتكرر على جميع المخيمات، سواء كان ذلك في قطاع غزة أو هنا في الضفة الغربية، وخاصة مخيم جنين وطول كرم ونور شمس وبلاطة والفوار وعقبة جبر والدهيشة. والآن وفي سياق مزاعمها تجاه عدد قليل من موظفي الوكالة ودون حتى انتظار نتائج التحقيق الذي أعلنت عنه الأنروة، بدأت إسرائيل حملة دولية ضد الوكالة رغم تأكيد المؤسسة أنها ليست مسؤولة عن عمل أي فرد يعمل لديها. وصدمنا أن بعض الدول قد أعلنت فورا عن تجميد مساعداتها للأنروة، علما أن الدول التي أعلنت عن تجميد مساعداتها تساهم بحوالي 70% من موازنة الوكالة. إن هذا الإجراء خطير ويجب أن يتم التراجع عنه وإعادة التمويل للوكالة، والتي آمل منها أن تسرع في إجراءاتها التي أعلنت عنها. إن هذا التجميد للمساعدات يتزامن مع مخطط إسرائيل لتهجير أهلنا من غزة ويجب أن يتوقف. إن تجميد المساعدات يأتي في أصعب الظروف، في الوقت الذي فيه قالت المحكمة، محكمة العدل الدولية، بأن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات فورا إلى غزة، والأنروة تساهم في إغاثة حوالي 1.7 مليون إنسان هناك. إن الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة وخاصة الأنروة هو هجوم انتقامي بسبب الشهادات والبيانات الصادرة عنهم والتي استخدمت في المحكمة الدولية لإدانة إسرائيل. على العالم البدء باتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل وليس بحق منظمة دولية إنسانية تخدم ضحايا إسرائيل. إن تجميد مساعدات الأنروة هو تعطيل لقرار المحكمة الرامي لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة، وسيكون له آثار مدمرة في نفوس المحتاجين من أهلنا هناك. إن هذا الظرف الإنساني الصعب في غزة يدلل على الحاجة لجهد أكبر من جميع المؤسسات بما فيها الأنروة لمساعدة المحتاجين. إن الأنروة تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة والضفة الغربية. إن الأنروة على مدار سنين عملها كانت مبعث أمل للاجئين الفلسطينيين في المساعدة والعودة إلى ديارهم ضمن إطار قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار 194. الرئيس محمود عباس أبو مازن ونحن معه ننظر بخطورة كبرى لمحاربة الأنروة ووقف التمويل عنها، وعليه فإننا نطالب الدول التي جمدت مساعداتها العودة عن هذا الإجراء. إن ما تقوم به الأنروة وبقية المؤسسات الدولية هو عمل إنساني يجب أن يستمر، وشكرا. طيب بالانجليزي؟ تمام حاضر. Today is the 114th day of the aggression on Gaza. Our people there are facing serious starvation, disconnection of water and electricity supplies, and international aid covers only 8% of the total. المساعدة الإنسانية تغطي فقط 8%. أكثر من 60,000 فلسطيني أصيبوا وأكثر من 25,000 قتلوا. منذ عدة أيام
محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل لاتخاذ تدابير جادة ومهمة للغاية سياسيا وقانونيا. حديثي اليوم عن الأونروا. حرب الإسرائيلية ضد الأونروا ليست بجديدة. إسرائيل دائما ما كانت تطالب بزعزعة الأونروا وتفكيكها، وهذا يشرح هجوم إسرائيل على مخيمات اللاجئين سواء في غزة بلاطة الفوار عقبة جبر اندهيش ومناطق أخرى. الاتهامات has made against certain staff of the UNRWA التي قامت بها إسرائيل تجاه أعضاء الأونروا يجب أن تنتظر لنهاية التحقيق. نحن في صدمة كبيرة أن عديد الدول قررت إيقاف دعمهم للأونروا. الدول التي أعلنت عن هذا مساعداتهم تمثل حوالي 70% من ميزانية الأونروا. هذا القرار خطير للغاية ونأمل أنه سيتم التراجع فيه. إيقاف المساعدات في ظل خطط إسرائيل للتهجير القسري لشعبنا من غزة. إيقاف المساعدات يأتي في أصعب الأوقات وقت قامت فيه محكمة العدل الدولية بمطالبة بإيصال فوري وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة. الأونروا تقدم مساعدات لمليون فاصل سبعة من عشرة فلسطيني. هذا الهجوم على الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة وتصريحات الأمم المتحدة التي استخدمت في محكمة العدل الدولية وقرار المحكمة بني على هذا. نأمل أن إيقاف هذه المساعدات سيتم التراجع فيه كما قلت من قبل، ونرى وضع معوقات وعوائق في تنفيذ قرار المحكمة الذي طلب بمساعدات زيادة المساعدات إلى غزة. في هذه اللحظة العصيبة المساعدات مزيد من المساعدات مطلوبة، والأونروا تساهم بشكل كبير في هذه المساعدات، وهي رمز لحق الفلسطينيين وفقا له قرار الأمم المتحدة 194. ونأمل أن رئيس عباس وكلنا وراءه نرى هذا القرار بشكل جاد. إسرائيل تبدأ الحرب على الأونروا، ونأمل في انتهاء هذا الحرب واستمرار المساعدات للشعب الفلسطيني. شكرا. لكن في دول عربية استجابت لطلباتكم ولذاتكم وعوضت جزء من هذا التمويل. هل هناك اتصالات مع دول عربية مثل قطر والسعودية لتعويض هذا التمويل؟ السؤال الثاني، هل ما يجري تنظرون إليه على أنه ازدواجية في المعايير في التعامل مع قضيتين، قضية مقتل 26 ألف فلسطيني في غزة وقضية في شكرا على السؤال. بدون أدنى شك نحن نأمل من الدول العربية أن تقدم كل مساعدة لتمكين الأونروا من الاستمرار في تقديم مساعداتها من جهة، ولكن أملنا أيضا هو أن هذا التوقف عن المساعدات يكون بشكل مؤقت جدا، وأن يتم العودة إلى تمويل الأونروا. موازنة الأونروا